هناك حديث كان مع المرشح السابق رومني في مواجهته مع الرئيس أوباما عند تحديه في الرئاسة عن 2012، وقال له السيد روماني بأن هناك مليار ونصف مليار دولار أمريكي تم منحهم للإخوان المسلمين. والرئيس أوباما تعثر في الإجابة عن هذا السؤال، ولم يخرج أحد من الإخوان المسلمين في مصر لنفي هذا الأمر، خاصة حينما أشاعه الدكتور سعد الدين إبراهيم في جريدة مصرية في حديثه يوم 29 ديسمبر 2012، الأمر الذي دعانا إلى عمل بلاغ أمام النائب العام المصري لبيان حقيقة هذا الشأن، واتهامنا لجماعة الإخوان المسلمين بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة من الإدارة الأمريكية. والله الأمر ده كان لمصالح مشتركة، على أساس أن تدعم الإدارة الأمريكية حكم الإخوان في مصر مقابل التزام الجماعة برعاية المصالح الأمريكية في مصر، وخاصة استمرار القاعدة الجوية الأمريكية الموجودة في منطقة بني ياس بمحافظة البحر الأحمر. في فرق بين الجماعة الإسلامية أو جماعة الإخوان المسلمين المحظورة بحكم قضائي وبقرارات من سنة 54، وفرق بين الإدارة المصرية التي اعتلاها أحد هذه الجماعة بناء على انتخابات مصرية. تعامل الإدارة الأمريكية مع الرئاسة أمر مشروع، أما تعامل الإدارة الأمريكية مع جماعة محظورة بحكم قضائي وبقرارات من سنة 54 وحاولوا أن يشرعوا نفسهم في حكم صدر ضدهم سنة 92 برفض تقنين تلك الجماعة أمر غير منطقي. التعامل مع الإدارة مقبول، التعامل مع الإدارة السياسية مقبول حتى لو كان يرأسها أحد من جماعة الإخوان المسلمين، أما التعاون مع جماعة الإخوان المسلمين نفسها قبل أن يصلوا إلى الحكم فهو أمر مرفوض، وهو هذا الأمر الذي استفزنا وهو الذي دفعنا لأن نقدم البلاغ، خاصة أن تلك الجماعة في أحداث الاتحادية 5 ديسمبر 2012 قاموا بالاعتداء على المتظاهرين لمجرد الاختلاف معهم في الرأي السياسي. عندنا أهم الإثباتات في ذلك دائر الآن في بعض القضايا، منها القضية الخاصة بأحداث الاتحادية التي قامت في 5 ديسمبر 2012، ومنها القبض على من يسمى خليل العقيد المعروف إعلاميا في الأجواء المصرية بحارس المهندس خيرت الشاطر، والذي تم تجديد حبسه لثالث مرة على التوالي لحيازته أسلحة بغير ترخيص، وما وجد على هاتفه المحمول من أزيد من 1400 رسالة بتوضح أن هناك له تكليفات وأسماء حركية وعلاقات بحركة حماس، وصور تفيد أنه تم تدريبه هناك، بخلاف كمان بعض البلاغات التي تم عملها ضد بعض الجماعات الإخوان المسلمين من أن لهم بعض الميليشيات، وده ثبت في فض الاتحادية هرجع ليه تاني، وما قاله أحد وزرائهم الدكتور أسامة ياسين من أن هناك فرقة تسمى الفرقة 95 إخوان تحدث عنها الدكتور أسامة ياسين في الإعلام، وأوضح أنها كانت موجودة على أسطح العمارات في موقعة الجمل، وإن كانت هذه الفرقة في ذات اليوم كانت لحماية التظاهرات إلا أنها كانت تحمل أسلحة. وفي أحداث محمد محمود وفي أحداث مجلس الوزراء لم يشارك الإخوان المسلمين عام 2011 في هذه المظاهرات، واتهموا الثوار بأنهم بلطجية وأنهم يتعاطون المخدرات، رغم أن أحداث محمد محمود هي التي أجبرت المجلس العسكري على أن يحدد وقتا لتسليم السلطة، وهم من استفادوا بهذا. إذن استنتجنا من كل ذلك أن الإخوان المسلمين تكون لديهم عناصر شغب، وكتاب الأخير الذي أصدره القيادي المعروف بجماعة الإخوان المسلمين الذي انشق عنهم الأستاذ ثروت الخرباوي أفصح فيه عن كثير من تلك الجماعات،
التي تقوم ببعض العمليات الخاصة وهي جماعات ممكن تكون المسلحة لخدمة الجماعة ولأهداف الجماعة. فكل هذه الأطروحات أوضحت أن هناك ميليشيات تتكون من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي ما زالت محظورة حتى الآن، حتى بعد تمرير الدستور الذي يمنحهم أن يظهروا في النور بمجرد الإخطار. ولكن رغم ذلك ورغم أن الدستور تم تمريره لم يخطروا حتى الآن بأنهم جماعة ممكن أن تظهر وتتعامل في النور لإخفاء مصادر تمويلهم، وهو الأمر الجد الذي جعلنا نقدم هذا البلاغ لكي تظهر مصادر تمويلهم التي يحاولون إخفائها والتي تحاول الإدارة الأمريكية الآن أن تتبرأ منها، رغم أن هناك تحقيق دائر في هذا الشأن. التحقيق لم يبدأ بعد، هو مجرد بلاغ تم إحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا يوم الخميس الماضي، ولم يخطرنا أحد من المحققين كي نحضر أمامه ونقدم ما لدينا ونقدم طلباتنا في التحقيق. أتوقع أن خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على الأكثر أن يتم إرسال إخطار لدينا أنا والأستاذ محمد عبد الوهاب الذي قام معي بعمل هذا البلاغ لنقدم ما لدينا.